السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. مرة غندير لكم في هذا النوع ديال الفيديوهات. فهمتيني، ما غاديش نتلهفوا، غادي نطري العكسة وغادي ندوو في بعض البلانات. فهمتيني، غادي نشوفوا اي حاجة واقعة غادي ندوو على وريفر شويه قيد وريفر، ولكن المهم نبداو. ولكن بلاتي قبل نبداو، فهمتيني، الراب جورج فلويد الخوت، فهمتيني، واحد السيد امريكاني اللي مات بواحد الطريقة خايبة بزاف من طرف البوليس، غير حيتاش هو من اصول افريقية وكذا. نتوما راكم عارفين البلان هذا ديجا. المهم، طبعا هو ما كانش شي واحد اللي مشهور ولا شي حاجة، ولكن هادشي هو اللي خلاه يولي واحد الايكون ولا واحد القضية لبزاف ديال الناس اللي كيتعرضوا للعنصرية ولا اللي هما ضد العنصرية. على دابا رانا اذا واحد روينة في امريكان بسبب البلان هذا، وراكين فريمون اللي واقفة لهاد القضية هادي في حلقة ديال انه البوليس كيحكروا على السود، هما الناس اللي كتلقاهم دابا كيحرقوا طوموبيلات البوليس ومروونين، فهمتيني، ما كيضحكوش. ولكن في نفس الوقت كاينين دوك صحاب العباسي راه كيقولوا لهم لوشر تما، فهمتيني، ما كيلوشي وداك الشيء. دونك واش داروا؟ استغلوا الفرصه ديال ان بنادم مع السبوط البلان ديال جورج فلويد والقضيه اللي نايضه في امريكان. دونك دوك استغلوا الشيء هذا، دوك اغتنموا الفرصه باش كيمشيو كيصفروا الحوانت، بنادم كيتفرقوا وشي كيصفر اي حاجه كتصفر تما. المهم راه كتب الفيرنايت تما في امريكان، وواحد اليوتيوبر امريكاني مشهور راه بزاف فيكم كيعرفوه، جيك بول اوف كورس، راه تشد في الحبس مؤخرا حيت حصلوا تا هو مع وتنا الكيلوتي وداكشي. وطبعا هادشي ما بقاش غير في امريكان، داز بزاف ديال الدول، فهمتيني، كاين اللي خرج سوبورت البلان وكاين اللي خرج هو بغي الوتي، ولكن الاغلبيه ما خلاوهمش، فهمتيني، اوروبا ما كيضحكوهمش الدول الاخرين، وكاين اللي هو مسوق البلان هذا اصلا، وكاين اللي كيقول لك عاوتاني لا ما خصكش تسوبورت هذا البلان هذا. علاش؟ حيت كاينين الناس في الجبل وناس في سوريا كيموتوا كل نهار وفلسطين وما شنو. وهاد العباره كانت متحانه دي، فهمتيني، عندنا في المجتمع ديال العرب كامل، اي حاجه كتبغى تضامن معاها يقول لك لا الصاد راه الناس كيموتوا في سوريا في فلسطين، فهمتيني، تبغي تشرب الماء هذاك لا ساترا الناس ما عندهمش ما يشربوا كدا. اوكي راه البلان فري، فهمتيني، راه فري خصنا نضامنوا مع الناس كاملين، ولكن طري على اكساسات، فهمتيني، ماشي معناتها ما غاديش نضامنوا مع حتى واحد. الرايح نبقاو نشوف. دونك البلان هذا الخوت هو اللي داير البوس في امريكان وفي العالم كامل، والفيديوهات ديالو راه منتشرين بزاف دابا في ماشي تقدر تلقاهم. غير هو واحد البلان حداهم شي فيديوهات راه تيكونوا فيك اوف كورس. هذا الفيديو هذا ديال واحد دباب اخونا شفر لهم دباب وغادي بحال جي تي اف ساندرياس كيضرب في البطوات وهرب البوليس تابعينو. وكاين بزاف ديال الفيديوهات اللي فيك واللي مزورين خرجوهم، فهمتيني، بنادم يجيب الفيوز وداكشي. وصافي هادشي هذا وقيله هو اللي واقع في امريكان، بيسايز ان واحد اليوتيوبر رجع من الموت ديالو. واحد اليوتيوبر هو اللي ما غاديش نقول هو اللي اختار الكومنتاري، ولكن بروجو راساط هو اللي اختار هاد السيد الفيديوهات اللي كندير فيهم انا وبزاف ديال الناس. ماشي غير تلعب وتهضر، صافي هذا هو السيد، خص يكون فهمتي شي باك جراوند، وانت خصك تكون كتعلق على شي حاجه، ماشي كتعلق ولا كتعلق، كتعلق على شي حاجه. بحال قلتي بحال فاش كتلوح شي تصويره في فيسبوك ولا شي حاجه، وكيبط واحد كيلوح لك شي كومونتير طويل وناضي، بحال داكشي غير حنا كنديروه بالصوت، فهمتيني. طبعا تقدر تقول لي انت راك غلط، ولكن ما تقدرش تقول لي دخل سوق راسك حيت انت راك ديجا رحتي للفلاي بوبليك وما بقاش خصوصيه. هادشي هو اللي كيعانيو منه اغلبيه الناس اللي كيديروا بحال هادشي هذا. ولكن قريب ان شاء الله غادي ندير شي فيديو على هاد الكونسيبت هذا، وغادي نحاول نسبورت الناس اللي كيديروه في المغرب واخا راه قلال بزاف. المهم وريفر مؤخرا دروبات واحد اللعبه اللي بزاف كيقول لك هي اللي غادي تهرب على فورتنايت وسيسكو، فهمتيني، وكاين احتمال انها تفوت احسن واكبر لعبه في تاريخ البشريه كامله، فري فاير. وهاد اللعبه هي فالورانت اوف كورس، اللي لقات واحد سكسس كبير فاش يلاه خرجات قل من سيمانه دابا واقيلا فاش خرجات على الوقت فاش تشوفوا هذا الفيديو هذا، وراها بدات كتشرع عندنا في المغرب، فهمتيني، حيت من غير انها جيم زوينه كاين فيها واحد الكاركتير وواحد الاوبيراتور مغربي اللي سميتو سايفر، والابيليتي ولا القدره ديالو هي انه كيسبوت بنادم، فهمتيني، كيحضي بنادم تبرقيك داكشي اللي عندنا حنا ديجا في المغرب، كيلوح كاميرات وكيبقى يهضي بنادم وكيعرف الانميز فين كاينين وتلعب، فهمتيني، حاجه واقعيه، فهمتيني. ولا بغيتي تشوفوا فيديوهات على الجيم، فهمتيني، تابوناو في شين جيمنج ديالي، راه كندير فيها فيديوهات جيمين وفيها بزاف الفيديوهات على فالورانت اللي غادي ندلوهم، فهمتي. طبعا هاد الجيم هادي صوبات الشركه ديال رايت جيمز، هي اللي مصوبه ليجو اوف ليجند، هي واحد الشركه امريكانيه في الاصل، ولكن 100% اوند باي تشاينا، يعني راه كتبقى ديال الشينوا. وعلى ذكر الشينوا راهم خدامين على 5G الخوت، باغيين يحكموا على امريكان. ديك الساعه غتولي بصح ديك الميم ديال الاف بي اي تولي مريح، وشينوي مريح حاديك وانت ما على بالك والو. لا محال يكون البلان هذا الخوت ضاحكين، ولكن راه يقدر يكون عاوتاني، مش عارف. اون جينيرال حنا راه مزيان علينا عاوتاني 5G، فهمتيني، غادي تكون احسن ب 100 الى 1000 مره على هاد الكونيكسيون اللي عندنا دابا، في الوقت اللي ايلون ماسك، فهمتيني، غيكون كمل البروجيكت ديالو ستارلينك، اللي هي واحد الكونيكسيون عبر الاقمار الصناعيه اللي غتكون هاربه بزاف شاهية. وديك الساعه راه تكون الكره عند امريكان ماشي عند الشينوا. وعلى ذكر الكره، الناس اللي عندهم الباك هاد العام هذا منهم انا، فحال والو ندوزو الباك في شي تيران، فهمتيني، العربه داكشي غادي يكون. دابا الصاد قال لك خصك كوداسه باش تدوز الوطني، ما عرفتش شي سؤال غادي يخرجك المدرب يدخل بلاصتك شي واحد، عارف راسك
ريلاكسي حامد الخوج من تشيني. الزابون من تشيني ما ريلاكسي عندهم القضيه غير هما حبسوا علينا الانيم واحد الشهر دابا وما حابسينه. طبعا ماشي كاع الانيم حيت تمشي دوك الانيميات يكونوا عندهم شي حلقات مستوكينهم تيبقاو يلوحوا فيهم، ولكن اغلبيه الانيميات اللي ناضين راهم تحبسوا بسبب كورونا. وفهمتي بنادم اوتاكو كيتعذب في اللحظات هذه. وعلى ديك الاوتاكو وعلى ديك الانيم فهمتيني قريبا نحط لكم واحد الفيديو على الانيم، ماشي فيديو على الانيم، نحط لكم انيم ترجم غادي تفرجوا فيه. مهم ذا مالو هذا فالراب راه 69 يا 69 رجع خرج من الحبس ودروب اليوم واحد ديسك واحد 3 سيمانات دابا اللي بالبلاد ديال بصح داك الديسك. اوف كورس المغاربه دوك خوتنا ديال رابر امريكي باع نفسه ولي ويكيبيديا ديما خدامين فهمتيني، فما كيدروبي شي حاجه كيجيو كيبداو يقراو تنح من رحيم 69. المهم هذوك بوحدهم تنديروا لهم شي بلان ديالهم. شي حاجه اخرى ما هضرناش عليها الكره. بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا في الكره راه ديجا بدات البوندسليغا فهمتيني، و سيريا غادي تبدا في 13 ديال هاد السر هذا، ولا ليغا غادي تبدا في 11 في هاد السر هذا فهمتيني. راك ليال فرانس والبريمير ليغ وليغ فرنسا ما لقيتش شي حاجه اوفيسيال على امتى غادي يبداو. هادشي هذا كامل باسل فهمتيني، كتبقى البطوله المغربيه هي رقم واحد فهمتيني، ما كاينش تخرسيس. ورجوعا للمغرب، المغرب فهمتيني راه بدا كيتنفس شويه، راه بداو تيحلوا الحوانات وحلوا كاع الماكولات اللي داكشي اللي كيبيعوه برا فهمتيني. هو ما تقدرش تاكل عندهم، ولكن خصك اما ليفغيزون ولا تمشي انت تاخذ وديه معاك. بلان زوين هذا فهمتيني، حيت كاين اللي مدمن على الطاكوس على البانيني وداك الشيء. وفي الويب المغربي فهمتيني كاينين شي بلانات اللي طراش واقعين دابا، ما جاش ندوي عليهم دابا كاملين، خصني نديطايهم فهمتيني، نحط لكم واحد بواحد. ندير هادشي هو اللي واقع في الشهر اللي فات حتى الدخله ديال الشهر هذا. الا نسيت شي حاجه كتبوها لي في كومونتير. المهم وديروا جيملا بغيتو تشوفوا في هاد الفيديوهات هادو مره ماشي ديما. وصافي هادشي اللي كاين الخوت مساوس لايك ولا لا. المهم داك الشيء كامل ديروه صافي. Thank you.